تطوان أو تطاون مدينة توجد شمال المملكة المغربية، ويطلق عليها أيضا الحمامة البيضاء. تتميز أحياؤها القديمة بالطابع الأندلسي، فهي تقع في منطقة الريف الكبير على ساحل الأبيض المتوسط بين جبال درسة وسلسلة جبال الريف. لها موروث ثقافي وحضاري متنوع، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين مدن الشمال. أنجبت مدينة تطوان ثلة من العلماء في مختلف المجالات، من بين أبنائها الذين اشتد عودهم العلامة عبد السلام أحمد فيجو من مواليد منتصف الخمسينات من القرن الماضي، وهو من أسرة عريقة عرفت بالعلوم الشرعية، فنهل ما طاب له من العلوم بكل أصنافها في جو أسري علمي بامتياز. في هذه الحلقة من برنامج علماء يتذكرون يحدثنا الأستاذ عبد السلام أحمد فيجو عن نشأته ومساره التعليمي، لنتابع. التحقت بالمسيد لأني ألحقوني بالتدريس أو بتعليم القراءة والكتابة في المسجد أو ما نسميه بالمسيد، وبقيت أتعلم القراءة والكتابة تحت عناية الأسرة وتحت عناية الجد رحمة الله عليه. فكنت أذهب إلى المسجد وتعلم القراءة والكتابة استعدادا لحفظ كتاب الله تعالى، لأنه كان هو المبتغى وكان هو المنافذ لك الوقت يعني. فيعني يطلب يعني يطلبون الولد لكي يعني يسبلوه ولكي يجعلوه يحفظ كتاب الله. فلما تعلمت القراءة والكتابة بدأت في حفظ القرآن الكريم في وقت مبكر، في وقت مبكر أقول منذ السنة السادسة يعني. وكنت أذهب إلى المسجد وأحفظ القرآن الكريم على فقيه من فقهاء ذلك الوقت وفقيه من الفقهاء الكبار ومن العابدين. فكنا نكتب لنا اللوحة ونقوم بحفظها، ويستمر الوقت هكذا ما يقرب من سنة أو سنة ونص يعني، إلى أن وصلت كما يقال كتبت القرآن الكريم كله من قل أعوذ أو من الفاتحة، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. أستاذ عبد السلام فيغو نتحدث عنه أيضا باعتباره عالما فقيها مفتيا. أستاذ عبد السلام فيغو هو من علماء هذه الجهة، ابن مدينة تطوان وبالأخص قبيلة أنجرة، تلقى تعليمه الأول بطريقة التقليدية، حافظ لكتاب الله تعالى، مطلع على الكثير من المتون العلمية والمتون الفقهية والشرعية، مما أهله بعد دراسته الجامعية الأكاديمية التي انفتحت على مجالات أخرى أن يكون من الفقهاء المعدودين المنفتحين على مجالات شتى في تكوينهم، المجال الفقهي، المجال العقدي، المجال الشرعي، ومجال الدراسات الإسلامية بوجه عام. بالإضافة إلى مراجعة القرآن الكريم يومياً، وكل يوم يعني تجلس وتستعرض ما يقرب من 5 أو 10 أو 15 أو 20 حزب في بعض الأحيان يعني، تستعرضها على الفقيه والفقيه يستمع إليك يعني. قبل أن وكنا حاضرين قبل أن تزل قدمنا أو قبل أن نخطئ، لأنه إذا أخطأت فربما الفقيه يوجه لك اللوم وربما يعني. ولكن الحمد لله يعني المرحلة اللي كنت كنحفظ فيها، فالله سبحانه وتعالى بتوفيق منه كنا نقوم بهذا العملية، وكانت هذه الأمور زلتنا قليلة أو نسياننا لم يكن الفقيه يلومنا. ولذلك يعني كنا نستعرض، وكل يوم تستعرض يعني، فعندما تصل إلى 10 أحزاب تتوقف، ثم بعد ذلك في الغد أو تبدأ من 10 الثانية تصل إلى 20، في 20 تصل إلى 30، في 40. وكنا نقوم بعملية الكتابة يعني، في البداية بدأوا يكتبون لنا تمونا
من القرآن الكريم، ثم بدأنا نكتب الربع، ثم بدأنا نكتب النصف، بمعنى أن في كل يوم تكتب نصفا من الحزب، وفي 4 أشهر تجدك حفظت الكثير. يعني بعدما استكملت هذه الأمور بالطريقة التقليدية، وكنت مهيئا لأنتقل إلى المدارس العلمية العتيقة كما يسمى يعني، كنا نجلس إلى العلماء نستمع إليهم، يختبروننا في بعض الأمور، يشرحون لنا بعض الأمور. فحقيقة أن هذه الدراسة التي درسناها في ذلك الوقت أحسسنا بأنها نفعتنا كثيرا يعني عندما سنتوجه إلى التعليم النظامي. فلذلك هذه الفترة هذه لا يمكن أن تنسى، لا يمكن أن تنسى من حياتي، وأتذكرها دائما وأحس بأهميتها، لأن المحافظة على هذه العلوم والشرعية وعلى المحافظة على كتاب الله تعالى يعني لابد أن تتم بتلك الطريقة وبتلك المنهجية. ثانوية القاضي ابن العربي التي درس فيها الأستاذ عبد السلام فيجو من أقدم المؤسسات التقليدية بتطوان، كما كانت تسمى بالمعهد الديني. تاريخها مرتبط بتأسيس المدينة. كان نظام الدراسة فيها عبارة عن حلقات دراسية مفتوحة للجميع. أما المواد التي تدرس بها فهي العلوم الشرعية بكل أطيافها، وقد لعبت على مر الزمان دورا أساسيا في تكوين الهوية المغربية والدعوة إلى مقاومة الاستعمار. لكن في الآونة الأخيرة عرفت الثانوية تنظيمات تربوية وإدارية حديثة لا تختلف عن غيرها من ثانويات المملكة. التحقنا بالتعليم الثانوي، انتقلنا إلى ثانوية القاضي ابن العربي، وهي ثانوية كانت يومئذ آنذاك أو في ذلك الوقت كانت تعج بكبار العلماء، يعني بمعنى أن هذا كان يسمونه المعهد الأصلي أو ثانوية القاضي العربي حاليا الذي ما زال لها هذا الاسم. فكانت تعج بالعلماء، تحس بأن المستوى العلمي يعني هو مستوى مرتفع، وكل الأساتذة هم خريجون إما من فاس يعني كانوا خريجوا قرويين بالطريقة التقليدية القديمة، يعني فوجدنا المبتغى. فبدأنا ندرس ابتداء من البداية السنة الأولى، كانت تسمى آنذاك ملاحظة، ثم انتقلنا إلى السنة الثانية فالثالثة. فالثالثة كان ما يسمى يومئذ بشهادة البروفي أو شهادة استكمال الدروس الثانوية. ولا أخفيكم أن شهادة البروفي في ذلك الوقت كانت من أصعب، كانت صعبة جدا يعني، كانت ما يعني كان الطلاب ينجحون قليلا، ومع ذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى بعد جهد جهيد وبعد اجتهاد يعني، فحصلنا على هذه الشهادة واستمرنا في السنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ونحن ندرس على العلماء علوم، درسنا علم المنطق، درسنا علم أصول الفقه، علم الفقه. فكنا يعني دراسة معمقة، كأنك تدرس في جامعة يعني. الحقيقة نقولها، ولا ننسى فضل هؤلاء الأساتذة الذين كانوا يعني يقومون بجهد وكانوا يجتهدون وكانوا يعملون ما أمكن على أن يبلغوا لنا وعلى أن يجعلونا
نكون في المستوى، لأنهم يعني كانوا يعملون بإخلاص كبير، الإخلاص قل نظيرهم في ذلك الوقت. بالنسبة لحياتي الدراسية سواء في الابتدائي سواء في الثانوي ما عرفت التكرار، يعني كانت المسيرة دائما تكون مسيرة موفقة، وكان الأساتذة لا أتكلم عن نفسي لأن الإنسان يشهدون لنا بالجدية ويشهدون لنا بالاجتهاد، وكنا نقوم بأنشطة ندوات، نقوم مثلا بتنظيم بعض الأمور في مناسبات معينة، يعني فهذا يعني كان لا يقوم به إلا بعض الطلاب، يعني بينما طلاب آخرين ما كان عندهم هذا الاهتمام، فلهذا كان عندنا اهتمام كبير بالأنشطة العلمية، بحضور ندوات، بحضور محاضرات للعلماء، فعندما كان العلماء يزورون تطوان ويلقون محاضرات، ما زلت أتذكر محاضرة عبد الواحد وفي، الدكتور عبد الواحد وفي وهو عالم من العلماء الكبار في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، وله كتب وله مؤلفات، حضرنا وتتبعنا، وكانت هناك مداخلة وأسئلة مع هذا العالم وعلماء آخرين، يعني كنا نجلس إليهم وكنا نطلبهم، وكانوا يلبون رغبتنا في التزود من العلم وفي التزود من المعرفة، فبقينا حتى وصلنا إلى السنة السابعة ودخلنا البكالوريا وحققنا ذلك بتفوق وبنجاح، وكانت أيضا البكالوريا لها وزنها ولها مكانتها، فيعني وكانت البكالوريا لأهميتها تنشر حتى في الصحف، يعني فلذلك يعني أنا هذه المرحلة هذه ختمناها بهذه الشهادة التي أفادتنا وجعلتنا يعني نفكر في الانتقال إلى التعليم الجامعي وإلى التعليم العالي. رجل هين لين يألف ويؤلف، رجل يوزع ابتسامته طيبة مع وقار ومع هيبة ولكن في غير عنف، فهو لطيف وهو طيب وهو متواضع وهو عالم، مع كل ذلك بكل ما في الكلمة من معنى. بعد حصولنا على شهادة البكالوريا بدأنا نفكر في الكلية التي ستمنحنا والتي ستعطينا الامتداد وتعطينا الطموح الذي كنا نفكر به آنذاك، يعني فالتحقنا بكلية الحقوق، وكانت لنا رغبة في أن بعد تخرجنا سنشارك في مباراة القضاء وربما نكون قضاة، ولكن بعدما التحقنا بالجامعة وبكلية الحقوق بالرباط يعني والتقائنا بالأساتذة وجلوسنا خلال مدة الدراسة يعني وجلسنا على أساتذة كبار حببوا إلينا العلم أكثر وأكثر وحببوا إلينا مهنة التدريس، فبقينا قلنا لابد أننا نحصل على الإجازة، نحاول الحصول على الإجازة، وحصلنا عليها بفضل الله عز وجل. ثم بدأنا نفكر في استكمال الدراسات العليا التي ستؤهلنا لأن نصل إلى شهادة الدكتوراه ونسجل الدكتوراه، فكان قلنا لابد أن نستكمل هذه الدراسات في الخارج، واحد يقول يذهب إلى فرنسا، واحد يذهب إلى أمريكا، كندا مثلا وكذا، ولكن أنا فكرت قلت لابد أن نلتحق بجمهورية مصر العربية،
لأن جمهورية مصر العربية يوم ذاك كانت عندنا مثال، وكنا نقرأ مثلا لمفكريها ولعلمائها، فكان عندنا واحد نظرة كبيرة مثلا بالنسبة لعلماء الأزهر وبالنسبة لعلماء الجامعة المصرية. فالتحقت بمصر وسجلت دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، قلت أنه لكي أتعمق في تدريس دراسات الشرعية لابد أن نسجل في هذا الدبلوم. فسجلنا وبقينا يعني ندرس مع أساتذة كبار في الجامعة المصرية، أساتذة لهم وزنهم ولهم مكانتهم، وأساتذة كانوا بحق بحور في العلم. فأتذكر الكثير منهم ونحن نجلس إليهم ندرس الفقه الإسلامي بتعمق، وندرس أصول الفقه، وندرس القانون الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الجنائي الوضعي، ندرس القانون المدني يعني ويعني دراسته مقارنا بالمذاهب الفقهية الإسلامية ومقارنته بالقانون الوضعي. يعني فكانت تدرس يعني في الجامعة آنذاك في دبلوم دراسات العليا تعطي هذا التخصص من جميع الميادين. كنا نشرك الليل بالنهار في الدراسة وفي يعني ما بين الجامعة وما بين الذهاب إلى المكتبات وشراء الكتب، نشتري الكتب لكي نستكمل معارفنا ولكي نعرف بعض الأشياء التي كانت تغيب عنا أو كنا لن نتقنها إتقانا جيدا. فزاد حبي للكتاب، مع أن الكتاب له دور في حياتي منذ نشأتي الأولى، منذ أن فتحت عيني وأنا بين الكتب ديال الأجداد، الكتب ديال الوالدين، الكتب يعني كتب اشتريتها وأنا ما زلت تلميذا وأنا أتقدم في دراستي. فأنا أملك كتب من تقريبا من سنة 1966 وأنا أشتري كتب، وإلى يومنا هذا ما زلت أشتري الكتب، مع أن الكتب ضاق علي المنزل بهم، ولكن أنا حبي للكتاب حب كبير، حبي للمعرفة كبير. فحصل لي أنني استفدت ووسعت معارفي يعني إلى بعض العلوم الأخرى التي استفدت منها كثيرا في دراستي. فقلت بأننا كنا نشتري كتبا ونحاول أن نشرك الليل بالنهار، وحققنا وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية بامتياز يعني بامتياز، واجتزنا الامتحانات الكتابية ثم الشفاهية. انتقلت في العام الموالي وسجلت دبلوما آخر، وهو دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، لأن الهدف والغرض كان هو أنني أجري المقارنة بين الدراسات الشرعية وبين الدراسات القانونية. يعني لا يمكن لي أن أدخل إلى دراسة القانون بدون أن ندرس دراسة الشرع، مع الخلفية السابقة أننا انطلاق ومع انطلاقتنا في هذه الدراسة. فدرسنا القانون الخاص وبدأنا نقارن هذا الفقه الإسلامي بالفقه الوضعي أو بالقانون الوضعي يعني. فكانت دراستنا له دراسة أيضا معمقة، وكنا نواظب وكنا نحضر وكنا نناقش يعني جميع المواد، سواء في القانون التجاري، في القانون المدني، في القانون المرافعات أي ما يسمى عندنا بالقانون المسطرة المدنية، ودائما نحاول نربطه بالشريعة الإسلامية. كيف كان فقهاؤنا يعني يفكرون، كيف أن فقهاؤنا كتبوا في هذه المجالات. أه
رجعنا بحمد الله تعالى ونحن نحمل دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص. والتحقنا يعني قلنا لابد أن نلتحق بالعمل الجامعي، العمل الجامعي، فالتحقت بالكلية وأنا أريد أن أتابع أن أسجل الدكتوراه. فسجلت الدكتوراه في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في دراسة شرعية أحكام تصرفات المريض مرض الموت في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي والمقارنة. فهي دراسة حقيقة، هي دراسة موسعة ودراسة أعتقد بأنها مفيدة، لأني بقيت معها مدة من الوقت وبحثت في هذا الموضوع الذي هو موضوع يعني يحتاج إليه الفقيه ويحتاج إليه القاضي ويحتاج إليه المحامي. ولله الحمد على أن هذه الأطروحة طبعت أكثر من مرة. فعلى كل حال قبل ما ننتقل إلى الكلام عن دراستي العملية، يعني أنني سجلت هذه الدكتوراه وفي وقت وجيز يعني ما يقرب من 4 سنوات ونصف يعني كنت قد هيأت أطروحتي وتقدمت لمناقشتها أمام لجنة محترمة من الأساتذة ومن الدكاترة جزاهم الله كل خيرين، فحصلت على أطروحة الدولة، دكتورة الدولة في القانون الخاص، يعني وهي كانت منصبة حول هذا الموضوع الفقهي. عشرات الرسائل على مستوى جامعات المملكة المغربية. اشتغاله بالمذهب المالكي وبالأخص بالعناية بمراجع هذا المذهب. لديه مؤلفات في المجال الشرعي مثل كتاب في علم أصول الفقه، مثل كتاب المحنة لدى الفقهاء، مثل كتاب تضمن مجموعة من المسائل الفقهية خاصة المسائل الطبية.